السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفصاله ديال الجوهره مباشره على الثوب وكيفاش نتعاملوا مع الثوب. كما كتعرفوا ان ثوب الجوهره تيكون العرض ديالو متر وعشرة على 3 متر وعشرة ولا 3 متر وعشرين على حسب كل تفصيله. وغنشوفوا الطريقه باش الثوب ما يضيع لكمش وتفصلوه طريقه مزيانه وما يبقاش الخوف عندكم من هذا الثوب بالخصوص. اول حاجه كنطويو الثوب على جوج. نعطيكم المثال في الورقه باش كيبان لكم حيت الكاميرا ما كتشدش الثوب كامل. كما كتشوفوا هذا الثوب الجوهره كنطويوه على جوج. كنشوفوا الطول ديال القفطان ديالنا وتنبداو العبار من الوسط من فين حطينا نقطه ديال الطول وكنرسموا الكورساج ديالنا. كنجيو للامام من بعد ما كنقطعوا الظهر كنشدوا الامام الخلف ديالنا وكنحطوه كنخليو واحد سنتيم خارج وتنحطو عادي وكنخليو طرف الكمام. كما كتشوفو عاونو بلي زيبانك وحاولو تقلو الثوب حيت هو كيتحرك بزاف. هادو هما الخواص اللي في ثوب الجوهرة. كما كتشوفو انا عبرت الطول ديال القفطان جاني في ديك النقطة. اول حاجة كنحط العبار ديال الكتاف ديالي. كما كتشوفو انا حاطة 19 في الكتاف كندخل بثمانية. كندخلوا اما بسبعة ولا ثمانية على حسب. انا دخلت بثمانية وهبطت بجوج. كما شفتوا كنهبطوا بثلاثة سنتيم من خط الكتف وكنرسموه. كما كتشوفوا انا الثوب كيزلق يعني خصو واحد التعامل اللي شويه خاص. تقلوه بشي حاجه باش ما يتحرك ليكمش. من بعد كنهبطوا بخط الحزام بارتفاع ديال الحزام ونهبطوا عاود بارتفاع ديال الصدر. ارتفاع الحزام انا عندي 42 وارتفاع ديال الصدر كنهبط ب 24. من بعد كنحطوا قياس ديال الربع ديال الصدر وكنزيدوا ليه الخياطه. كما كتشوفوا كنحطوا النقطه ديال الصدر ونحطوا الحزام. كنحطوا واحد الخط بالمسطره باش ندير واحد الخط افقي عفوا عمودي على خط ديال الصدر بهذا الشكل هذا. يعني ضروري ما تستعنوا بالمسطره. هذيك المسافه كنقسموها على جوج وكندخلوا بواحد سنتيم في الظهر وكندخلوا بجوج سنتيم في الامام. من بعد كنرسموا التركيز ديالنا. كنتاكدوا من التركيز شحال خرج لينا. انا خرج لي فيه 26 مزيانه. كنلاقي نقطة الصدر مع ديال الحزام. كنهبطو بارتفاع ديال الحوض. هبطت بعشرين ونحطو المقاس ديال الحوض اللي عندنا. ندوز نقطع الطرف الاولاني باش يبان لكم قدام الكاميرا. اما نتوما الا كنتو مسرحين كلشي فوق الطبله او في الارض غتجيكم الفصله سهله. يعني الثوب كيكون كله مطلوق في دقه واحده يعني كيجي كيكون ساهل. من بعد غادي نجي للايفازمون. الايفازمون لتحت جلايل انا درت فيهم قلنا ما بين 40 45 كافيين. القفطان هذا غادي يكون عنده الفتحه في القدام في الامام. واللي بغات تفتحي في الجناب تنقص دير غير 38 في ليفازمون باش ما كيجيش واسع الا كانت غدير الفتحي من الجناب. انا هذا الموديل غادي ندير الفتحه من القدام.
كنحيدوا هذيك داك الجلايل من التحت، كنطلعوا بواحد 3 سنتيم او كتشدوا من العنق وكديروا الطريقه ديال الكلوش. نتوما غاديين وانتوما تحطوا النقط. الطريقه بالتفصيل على الباترون راني حطيتها في الفيديو السابق، يعني يمكن لك تفرجي في ذاك الفيديو وتفهمي مزيان عاد جي تخدمي على الثوب، حيت الثوب ديال الجوهره كيكون شويه حساس، ولكن الا تبعتوا الطريقه ما غاديش يبقى عندك الخوف من الجوهره. من بعد ما ساليت الخلف ندوزو نفصلوا الامام. كما شفتوا انا شديت الثوب كامل بالفنايت باش ما يزلقش. من بعد كنجيبوا الخلف وكنحطوه بهذه الطريقه، وكنخليو واحد سنتيم ديال الثوب خارجه اما التسفيفه او تنيه الرنده. يعني كنبقى نحط الثوب حتى كنشوف العرض اللي غادي يجيني مع الصدر باش ما يكونش مقطع من التحت. يعني تاكدوا هذه النقطه راه مهمه، انك قبل ما تقطعي شوفي واش الثوب التحتاني كافي. صافي وكنحط هذاك وكنقطع عليه. انا كنحيد هذيك البنده ديك الحاشيه ما تخليوهاش باش ما كيجيش القفطان عايب. حاولوا زولوها عاد حسبوا السنتيم، خرجوا سنتيم. ندخل بداك السنتيم في الامام باش كتولي جوج سنتيم. كنت هابطه بثلاثه غادي نزيد باش نهبط كنكمل 10 كما كتشوفوه. هبطت ب 10 سنتيم من خط الكتيف وتنقورو بيدينا. نكمل التقطاع حتى الاسفل. كما شفتوا معايا الامام والخلف. الطرف اللي بقى لينا غادي نفصلوا فيه الكمام، غادي نفصلهم على هذا الشكل هذا باش يجيونا باش تجينا الزواقه هابطه طول. يعني دوك السميطات الجوهرة خص يمشيو مع الكتف طول بحال الشكل ديال القفطان. اول حاجه كنحطو الطول ديال الكم، كنجيو كنحطو واحد الخط كما كتشوفوا باش نتراسيو، وكنهبطو 13 سنتيم. هذيك النقطه اللي حطيت عليها المسطره خص تكون كتساوي هذاك الخط، يكون فيه 26. التركيز اللي خرج لينا هو اللي كنحطوه في داك الخط المائل. عندي دابا 26 وكنقسمها على جوج، ومن بعد كنقسمها على يعني داك الخط كنقسموه على 4 كما كتشوفوا. من الجهه ديال الكتف كنطلعوا بسنتيم، ومن التحت كنهبطوا بسنتيم، وكنديروا التقويره ديالنا كما شفتوا غادي تعطينا 26 مزيانه. من بعد كنديروا دوره الكم، انا درت فيها 16 بغيتهم 9 شويه باش كنيفازيو شويه الكم بنجيناش واسع. كندخلو ب 12 سنتيم كنديرو هذاك الخط اللي كتشوفو كما كتشوفو. من بعد كنشوف المنتصف ديالو وكننزل، او كتدخلو غير بالمسطره.
اللي عندها البيستول يدخل غير بالمسطرة، انا كندير هذه الطريقة هذه. يعني حاولوا تقلوا التوب باش ما يديكاش ليكم. هذا هو الكم ديالنا كما شفتوا، ان الى تبعتوا الطريقه غتجيكم سهله وبسيطه. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا فيه، والى فيديو اخر ان شاء الله.